بالجمال والذوق شهود الشمري حبيبتي نورتي الكويت يا بعد قلبي وسعد مباركة. أقول ما كان سفر وبعيد ومفارق البيت حسبالك ببغداد من جيت الكويت. مساء الورد على كل متابعينك الحلوين، على كل أهلنا بالكويت الحبيبة. صار زماني يمكن ما ملتقين أنا وفاء، على فكرة أنا أول وحدة عرفتها بالكويت هي وفاء يا بعد قلبي. عشرة عمر مو سنة وسنين من قبل كم سنة شهد تقريبا والله. أكثر من 8 سنوات أكثر أول وحدة تعرف أكثر. عليها بالكويت أنا وطلعنا أول وحدة غمرتني بطيبها ومحبتها وكرمها واستقبلتني بوقتها كانت جاية بر، استقبلتني من الحدود يمكن جتني بسيارتها وكانت مشغلت لي أغاني عراقية حتى ما أحس بالغربة، تلقيتني بالأغاني العراقية وفاء الغالية حبيبتي وكانت حيل كبيرة عندي الله يخليك يسعدك وانتي غالية علي. أزياء جميلة مو بس هاي يا بعد مو بس أي. فوفاء مو فقط شكل جميل وإنما مصممة جميلة، تصمم قطع حلوة من ورانا فاتحة لها أعتقد شركة عطور وبخور. جبت لك كل شيء اي زين لازم تجربينهم، وجبت للوالده ايه. وجبت للفهد ايه. وراح يعجبونك لان انا اعرف ذوقك من قبل، تحبين الفخم راضيه عليك اي حياتي وبخورك معمولك كله. تذكرين اول ما جيت الكويت كنت مشتهيه شمه عندكم تقولوا فقع، احنا الفقعي اه. سوت لي ذاك الشمه المعدل من جوا ايدها هيك على مطبق ويا اشياء لذيذه بيتي القديم ايه. انا دائما كل مره تطبخ بنات كنت حامل ما انسى هذا الشيء، كنت حامل فكانت حامل وطبخت لي وجبه غداء فقع رهيبه الله يوفقك يا ربي لي كل مجتهد نصيب يا حياتي يا ربي اشوفك احسن الناس والله المشكالي عزيز علي يا شهوده هي مجتهده ومبدعه انا دائما اقول الحمد لله دائما اي. فالمرأة الكويتية بشتى المجالات مبدعة يعني حقيقة، من يسألوني بالشرق الأوسط أقول المرأة الكويتية نلقاها فاشينيستا، نلقاها أم بيت نادرة ومعدلة ومتميزة، نلقاها مذيعة، نلقاها مصممة أزياء بكل المجالات. المرأة الكويتية شاطرة فبالتوفيق وإن شاء الله يا ربي أشوفكم أحسن بنات بالدنيا. بعد قلبي حبيبتي وأنت شخصيا تعرفين إيش قد أحبك وفاء. بعد قلبي شهد وأطمح تجين للعراق أكرر أكيد كله تقول لي تعالي تعالي لأنه هسه بغداد بأجمل حالاتها يمكن قبل الله. من أجيت كنت ما أشجعك قبل 8 سنوات أكيد كانت الأوضاع يمكن مو صح. تمام قلتي أما الآن هاي دعوة إلك والكل الكويتية تجون عندنا بالعراق تنورونا على رأسي والله أهلنا أبوس روحكم عمري الله يحفظك نورتينا والله. Really?